كاسر ازاي حضرتك؟ ازيك كريم وحشنا اجينا تحت امرك وبتوحشني والله لازم يعني كل فتره كده تجينا وتوحشت انت كمان يا كريم الله يخليك كابتن سمير. كابتن سمير كنت بتكلم على موضوع بس عايز يعني بالاول اسالك هل المدرب هيكون مصري ولا اجنبي؟ اتكلم يعني على جزئيه المدرب لان انا سامع السنه استفزني سمعت شويه كلام انت بتقوله على المرتب وبتاع بس هنتكلم فيه بالظبط. المدرب الحقيقه بس انا لازم اقول ان بنجادة ما اتفقنا معاه اصلا شايف اقلام طالعه تقول ان بنجادة ما يعرفوش عنه حاجه وبيكتبوا اسمه ويقولوا يعني كلام مستفز جدا بس انا اول مره هقول عندك يا كريم ان بنجادة جه مصر تمام وجي زارني في بيتي تمام ومعاه هنا بريدة وهازم الهواري واتفقنا معاه وكل حاجه كانت موفره ان هو في خلال اسبوع 10 ايام هيكون موجود في مصر تمام وكان محتاج مننا ردود في بعض الاشياء ولكن كانت الفتره بعد ما مشي بنجادة كنا بنفتش على المصري مين اللي هيتعامل مع بنجادة يعني ما كناش مشكلتنا بنجادة مين المدرب العام مع مستر بنجادة بالظبط تمام هي انت بعد 10 ايام فوجئنا بان بنجادة بعت يقول ان هو جاله عرض كويس في الصين وان هو دبل العرض اللي كان مقدمه وان هو بيعتذر طبعا دي ورجعتنا عمل كده مع النادي الاهلي وبيعمل مع كده معانا فده اخدنا وقت كتير رغم ان في التوقيت ده جالنا ايميلز من حوالي 15 17 مدير فني وكلهم محترمين بدون ذكر اسامي مش اسامي يعني تمام فطبعا ده خلتنا طبعا نبتدي من اول وبنبتدي ان احنا زي ما تقول ان احنا بنفرغ الايميلات دي وبنشوف الكابابيلتي بتاعت الناس دي وتاريخها ومين اللي يقدر يصلح للمرحلة اللي جاية ومين اللي يقدر يساعده في المرحلة اللي جاية. مارشيلو ليبي عرض نفسه على اتحاد الكرة كابتن سمير؟ لا مش هو لا في سمسار من ايطاليا هو اللي طلبني وقال ان هو يستطيع ان هو يكلمه ويستطيع ان هو يخليه يعمل اتصال بينا ويستطيع انه يخليه يجي يزورنا فانا بيني وبينك ما سمعت الارقام طبعا مختلفه خالص عن التارجت اللي احنا ارقام عاليه طبعا فوق ال 70 80 الف يورو اكيد يعني تمام كام طب يا كابتن يعني حاجه تقريبيه كده يا لا بلاش نكمل الموضوع طيب ماشي بلاش ماشي فالحقيقه ده خلانا نرجع تاني للملف بتاعنا والايميلز اللي جايه وبنراجع وهنشوف الـ يعني المدرب اجنبي يا كابتن سمير ولا مصري؟ هو حته المصري دي كمان اصلا عملت يعني كل الامور في المصري بس ما كانتش مؤثره زي كنا الاسامي اللي كانت قال انه اصل المصري ما كانش هيجي كمدير فني المصري كان هيجي كراجل مساعد للمدير الفني الاجنبي يعني كابتن شوقي غريب ما كانش في الترشيحات يا كابتن سمير لا هو بالنسبه لجزئيه شوقي برضه لازم اكد على ان احنا في قرار في مجلس الاداره قال ان احنا الناس اللي هو انتهت مده تعاملهم مع اتحاد الكوره مش هيستعان بحد فيهم ده قرار مجلس مش انا يعني وشفنا ان كل الناس دي طبعا رغم احترامنا لهم مش شديد جدا وحققوا كبير قوي الكوره المصريه كتير قوي يعني ما حدش حقق اللي حققوه على الاطلاق يعني فابتدينا نشوف برضو ان مين اللي ممكن يقوم بالدور بعد القرار بتاع المجلس يعني هو طبعا وقيل كلام كتير طبعا على يعني هو القرار ده لازم يتغير عشان يبقى فيه تفكير بشوقي غريب او كشوقي غريب من الناس الكويسين وتاريخه جميل جدا مع منتخب مصر وكذا احمد قصدي ومن قبلهم طبعا المعلم الكبير حسن شحاته طبعا يعني تمام فانا عايز بس اكد على حاجه ان احنا اخذنا قرار كده بينا ومن بعض ان احنا لازم هنتروى ويبقى الموضوع لا يقطع للاعلام اكتر لان كل ما بتتكلم فيه في الاعلام المواضيع بتنتشر والمواضيع ما بتاخدش الحريه اللي احنا طالبينها فانا بتمنى ان شاء الله في الايام اللي جايه دي ان احنا يبقى في حد يستطيع انه يقود كره تمام يعني الاتفاق بالكامل على المدير الفني الاجنبي ولا حضرتك مصمم على المدير الفني الاجنبي والبعض الاخر زي المهندس هاني بوريدا شايف ان مثلا كابتن شوقي غريب او مدرب مصري يكون هو المدرب ولا في اتفاق ما بينكم انه يكون مدرب اجنبي؟ لا على فكره هو هاني بوريدا احنا قراراتنا مع بعض يعني النهارده كنا مع بعض قاعده طويله يعني انا وهاني
ومجدي وبتاع، فما يعني اكيد ان احنا مش ممكن هنختلف على مين. تمام. يعني لو قلنا لو شايفين ان فلان هيقدر يقود كرة القدم المرحلة اللي جاية. على فكرة في حتة مهمة برضو وسيرت ان الماتشين الجايين بتوع النيجر، الماتشين اللي هم بتوع كاس امم افريقيا المتبقيين دول، دول لهم قيمة في موضوع التقييم بتاع منتخب مصر لتصنيف كاس عالم. ايوه. والترتيب بتاعه اللي هو التصنيف الشهري، عشان لو احنا كل ما نكون تصنيفنا كويس هناخد راس مجموعة بعد كده في تصفيات كاس العالم، بدل ما تيجي تلاقي نفسك انت على راس مجموعة فيها غانا وانت في من ضمن المجموعة. بالظبط. عشان ما ننزلش التصنيف الثاني يعني في افريقيا. بالظبط كده. تمام. ان شاء الله انا اتمنى، انا متفائل جدا. عايز اتكلم يا كابتن سمير في موضوع المرتبات والنبي، عشان الناس اتكلمت فيها كتير قوي، وسالت كابتن حسن وسالت كابتن يقولوا انتوا قبضتوا والاتحاد الكوره بيقبضكم وانتوا قاعدين في البيت و... بص يا كريم، كل اللي انت قلته واللي انا سمعته لا اساس له من الصحه. ما فيش كلمه من اللي اتقالت لا اساس له من الصحه. والسؤال بقى اللي انا بطرحه، لماذا الناس بتستغل الامور اللي زي دي الحساسه وتعمل هذه الفرقه اللي هي مش مطلوبه؟ يعني هو هم على فكره هم نفس الناس اللي هي متصيده الموقف ومتصيده الامور. طب جاب الكلام ده. طب انا استغربت من حاجه النهارده، يعني كابتن مجدي عبد الغني في برنامجه قال لو اتحاد الكوره بتقبض الجهاز بلغنا النائب العام. هل كابتن مجدي عبد الغني مش عارف؟ لا، هو الموضوع بتاع مش عارف. هو مجدي عبد الغني يعرف ان هم قبضوش، انما كون ان هم يقبضوا ده اللي ما يعرفوش. ما قبضوش فعلا يا كابتن سمير. اكيد ما قبضوش. وبعدين عيب قوي ان احنا نقعد نتكلم في المواضيع دي يا كريم، والله اقسم بالله عيب جدا ان احنا نقعد نقول قبضوا وما قبضوش. بالظبط. حتى لو قبضوا وده ما حصلش، ما ينفعش ان الفضائيات تاخد الموضوع ماده كده لاسماء كتير. ما انا قلت اتكلم في النقطه دي، اللي انا لقيت الناس كلها بتقول قبض، وانا حتى شكيت في كابتن حسن والجهاز الفني وكابتن شاوي وكابتن عامر، قلت قبض هو يعني، ومثلا فكلمتهم كذا يا جماعه ما قبضناش يا كريم، ما قبضناش. طيب سؤال يا كابتن سمير، ايه اللي موقف القعده ما بينك وبين كابتن حسن؟ يعني اتقال برضه معلش ما تزعلش مني، ان كابتن سمير زاهر مستني حسن شحاته يوقع في نادي الزمالك، وبعد كده اللي موقف القعده بيني وبين حسن انت. ليه؟ انا عملت ايه؟ انا قاعد اهو في الاستوديو ماليش علاقه بيكم. يلا يا اخويا، يلا في خلال 48 ساعه الجايين يلا نقعد. على اساس ان برضه ما تزعلش مني، يعني اتقال، ويمكن حد برضه في اتحاد الكوره هو اللي قالها ومش هقول لك مين، قال ان سمير زاهر مستني حسن شحاته يوقع في نادي الزمالك وبعد كده يطلب منه الشرط الجزائي. يا راجل حرام عليك. 3 شهور و 600,000 جنيه ومش عارف. وانا عارف ان انت قعدت مع كابتن حسن تاني يوم مباراه جنوب افريقيا واتكلمتوا ان انتوا العلاقه تنتهي بشكل جميل وشكل فيها تقدير لتاريخ حسن شحاته وتاريخ اتحاد الكوره وسمير زاهر والجهاز الفني. وحضرتك قلت كده. بالظبط. بص يا كريم، حسن شحاته ابوك ده بالنسبه لي اخويا وعشره سعيد بيها ومصر سعدت بيها، وتاكد ان التاريخ اللي هو عمله كابتن سمير، اصل عارف في لغط كتير وفي رغي كتير وفي كلام عايز يهيج الناس والجماهير، فانتوا عارف تقطعوا الشك باليقين يا كابتن سمير وتقعدوا وتخلصوا القصه بالشكل الامثل. اكيد ان هيكون الكلام ده ان شاء الله انت دبره وقولي لي بكره. خلاص انا هتفق مع كابتن حسن ونتغدى عندك في البيت بقى، عشان انا عندي اليومين دول البيت متشقلب شويه. انا معاد والله، وانا عارف انت بتاكل اكل معين والكلام ده، فما هتكلفني كتير. والله العظيم انا كل ما الفضائيات بتزيد كل ما ايه كل المشاكل بتكتر. مشاكل بتكتر. على عموم يا كابتن سمير، اتمنى لك التوفيق والامور تبقى مظبوطه في الاتحاد. الغاء الهبوط خدتوا قرار ولا لسه؟ يعني ما هو لسه بنفكر ازاي هنعمل كده الايام اللي جايه. في فكره ان احنا نجمع 16 نادي وبناخد رايهم، وده شغالين فيها. هنشوف نصل ليه وان شاء الله هيبقى قرار ان شاء الله. طيب لو ما فيش هبوط يا كابتن سمير وال 16 نادي فاضلين وفي 3 صعدوا يا فندم، لو 16 نادي موجودين في الدوري خلاص ما فيش هبوط و3 صعدوا اللي هم بتوع الممتاز به هيبقوا 19، هتعملوا ايه؟ هتطلعوا احسن ثواني مثلا يبقى 20؟ ده اللي احنا هنشوفه بكره، لو هيبقوا 19 ولا هنطلع احسن ثواني، بس في الغالب هيبقوا 19 يعني. في الغالب 19. طيب كابتن سمير برضه معلش، كاس مصر هيتلعب امتى ولا مش هيتلعب؟ لا هيتلعب. امتى؟ هيتلعب 1/9 ان شاء الله. 1/9 اه ان شاء الله. في عيد الفطر؟ في عيد، هو محطوط 1/9 انما يعني هترحلوا شويه بعد العيد. في جدول مبدئي اتعرض علينا امبارح 1/9 ده ان شاء الله، لو كان في طبعا عيد الفطر في هذا التوقيت، وعيد الفطر 1/9
طيب معلش يا كابتن سمير برضه، هل لو في انتخابات مجلس الشعب والكلام ده هتأثر على بطولة الكاس او بطولة الدوري؟ هذا الموضوع امبارح في القعدة في انتخابات وهتأثر، وهيقولوا انتخابات وزحمة وماتشات بلاش، كل الكلام ده وارد. والحقيقة يمكن في خلال الثلاث اربع ايام الجايين دول هيبقى الامور واضحة لما تتضح التواريخ بتاعة اعضاء انتخابات مجلس الشعب والشورى. طيب كابتن كابتن سمير، رئيس لجنة الحكام مستمر السنة الجاية كابتن اللواء عصام صيام، وانا كنت سامع ان حضرتك عايز واحد من بره اسرة الحكام عشان تريح دماغك بالصراعات اللي ما بينهم. هو هقول لك برضه الحتة دي مهمة جدا يا كريم. احنا عصام صيام قدم تقريره وعامر حسين قدم تقريره. ايوه. وانا شايف ان الحقيقه يمكن من خلال الجزء المبدئي من مراجعتي للتقرير والمدير التنفيذي، والحقيقه يمكن هيطارد على اعضاء المجلس، انما استطيع ان اؤكد ان استمرار عصام وعامر حسين بعد قراءه التقرير ان شاء الله هيكونوا موجودين في الموسم القادم باذن الله. بشكرك كابتن سمير، ودايما بالتوفيق لحضرتك، وكانت مكالمه مهمه جدا مع الكابتن سمير زي